بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ أقسام التاسع أساسي، مرحبا بكم في هذه الحصة، حصة مراجعة لمادة علوم حياة الأرض. الآن سنقوم بمراجعة على درس الجهاز العصبي، وبالتحديد وظيفة الاتصال والفعل المنعكس. إذا نبدأ قراءة نص المسألة، نص التمرين. إذا طبعا هذه التمارين هي من امتحانات سابقة، يعني هي امتحانات وطنية سابقة. إذا اقرأ الفقرة التالية وأجب على الأسئلة. إذا الفقرة تقول: بينما كان سامي يسبح في البحر مكررا الحركات التي تعلمها خلال حصص التدريب، رأى شيئا لامعا في القاع، وبعد تردد وتفكير مد يده لالتقاطه، إلا أنه إثر وخزة أصابت إصبعه جذب يده فجأة دون أن يريد ذلك. أولا، تعرف إلى نوع الحركة الموافقة لكل فعل من الأفعال المسطرة. إذا كانت حركة انعكاسية فطرية أو انعكاسية شرطية أو حركة إرادية. اثنين، باستناد إلى التوضيحات التي تضمنتها الفقرة الواردة داخل الإطار، أعلل تعرفك إلى كل حركة من الحركات الثلاث. إذا نبدأ بهذا الجزء الأول من المسألة. إذا طلب مني انطلاقا من هذه الفقرة أن أحدد نوع الحركة الموافقة لكل فعل، هل هي إرادية أو انعكاسية فطرية كانت أو شرطية. لاحظوا عندما نقرأ هذه الفقرة: بينما كان سامي يسبح، هنا إذا الفعل المراد تصنيف فعل يسبح في البحر مكررا الحركات التي تعلمها. لاحظوا هنا يكرر الحركات التي تعلمها خلال حصص التدريب. إذا مثلا نلاحظ هنا فعل السباحة يسبح، إذا مصدرها هو السباحة، فالسباحة إذن تكتسب بالتعلم والتدرب، وبالتالي هذا الفعل إذا الحركة الأولى إذن هو فعل انعكاسي شرطي مكتسب بالتعلم والتدرب. يعني من الفقرة الإجابة موجودة في الفقرة، فلا تفكروا كثيرا. نواصل. رأى شيئا لامعا في القاع، وبعد تردد وتفكير، وبعد تردد وتفكير مد يده، عفوا، بعد تردد وتفكير مد يده. إذا لاحظ ثم تردد وتفكير، وبعد اخذ القرار لكي يمد يده، فمد يده، حاجتنا بالفعل هذا مد، إذا ليلتقط هذا الشيء. إذا ماذا نلاحظ هنا؟ نوع هذا الفعل، هذا الفعل أتى بعد تردد وتفكير وقرار، فقرر بأن يلتقطه، إذا بالتالي هو فعل إرادي، فعل إرادي يخضع إلى التردد إلى التفكير واتخاذ القرار. نواصل الفقرة: إلا أنه إثر وخزة أصابت إصبعه. إذا هناك وخزة أصابت إصبعه جذب، إذا الفعل المراد معرفته هو جذب، عفوا، إذا إعداد التميز هذه،
إذا جذب، حتى بالفعل هذا جذب. إذا هذا الفعل متى جذب إصبعه؟ إثر تعرضه لوخزة. ماذا نقصد بالوخزة هنا؟ الوخزة هي في الحقيقة خطر. إذا جذب يده فجأة ليحمي نفسه من ماذا؟ من هذا الخطر اللي هي وخزة الإصبع. فبالتالي هذا الحركة تصنف كفعل انعكاسي فطري، ونعرف الفعل الانعكاسي الفطري إذا دوره هو حماية الكائن الحي، حماية الكائن الحي. إذا كما لاحظوا انطلاقا من هذه الفقرة، قمنا إذا بتصنيف كل حركة الموافقة لكل فعل حسب إذا ما ورد في هذه الفقرة. السؤال الثاني، بالاستناد إلى التوضيحات التي تضمنتها الفقرة الواردة في إطار، علل تعرفك إلى كل حركة من الحركات الثلاث. في الحقيقة هذا السؤال يعتبر استنتاج للسؤال الذي قبله. إذا بالاستناد إلى التوضيحات التي تضمنتها الفقرة الواردة في إطار، علل تعرفك إلى كل حركة من الحركات الثلاث. الحركة الأولى هي السباحة، والسباحة نحن نعرف أنها تكتسب بالتدرب والتعلم. لا نولد نحن نعرف نقوم بعملية السباحة، يجب أن نتعلم وأن نتدرب، فبالتالي فهي انعكاسي شرطي. بالنسبة للفعل الثاني اللي هو مد يده لتفكير واتخاذ قرار، فهو فعل إرادي يخضع إلى التفكير والمسؤول عليه هو الدماغ. بالنسبة للفعل الأخير جذب، فعل الجذب هو فعل إذن هذا الفعل الانعكاس الفطري يوجد عند جميع الأشخاص عند تعرضهم إلى خطر، فيجذبون أيديهم لقصد الحماية. إذن هذه الإجابة التي أعرضها، السباحة حركة انعكاسية شرطية لأنها تكتسب بالتدرب والتعلم. مد اليد حركة إرادية لأنها بمحض الإرادة بعد تفكير واتخاذ قرار، وجذب اليد هي حركة انعكاسية فطرية تحدث عند جميع الأفراد لحماية الكائن الحي. هذا فيما يخص الجزء الأول من المسألة. نواصل إذا نعتبر أن حركة جذب اليد ناتجة عن ثني الساعد على العضد إثر تقلص العضلة الرأسية. اكتب بالاعتماد على الوثيقة رقم 2 هذه التي أمامك فقرة وجيزة تبين فيها تسلسل الأحداث من الوخزة التي أصابت الإصبع إلى غاية تنفيذ حركة جذب اليد بصفة فجائية. شنو معناه؟ يعني باش نحكو علميا مع تسلسل الأحداث من لحظة الوخز إلى لحظة الجذب، ما الذي حدث؟ إذا كما تلاحظون هذه الحركة مثل ما صنفناها هي حركة انعكاسية فطرية، وهي شبيهة بالقوس الانعكاسي. ماذا نلاحظ هنا؟ وجود منبه خارجي اللي هو الوخز. الوخز صار على عضو الحواس اللي هو الجلد. في الجلد هناك مستقبلة ميكانيكية، منها مستقبلات الألم، مستقبلات الضغط، ومنها مستقبلات كيميائية أيضا. الجلد يحتوي على كثير من المستقبلات. هناك مستقبلات الألم التي أحست بالوخز. هذه المستقبلات إذا ستنقلها سيارة عصبية حسية إلى مركز عصبي اللي هو النخاع الشوكي، لأن النخاع الشوكي هو المسؤول عن الحركات الانعكاسية. بعدها ستنقلها مجموعة من الألياف العصبية الحركية عبر خلايا حركية
في اتجاه العضلة، هذه العضلة ستتقلص لتسحب اليد، لاحظوا حركة الجذب، فتسحب اليد على الخطر. إذا طلب مني هو فقرة، إذا هذه الفقرة هي هنا. إذا عندما تعرض إصبع سامي إلى الوخز يتم تنبيهه أو تنبيه المستقبلات الحسية في الجلد، بالتحديد مستقبلات الألم، فتنشأ عفوا سيالة عصبية حسية تنتقل عبر الألياف العصبية إلى المركز العصبي، في هذه الحالة هو النخاع الشوكي، الذي يحولها إلى سيالة عصبية حركية يتم نقلها عبر ألياف عصبية حركية في اتجاه عضو منفذ، في هذه الحالة هي العضلة ذات الرأسين، حيث تتقلص ليجذب سامي يده. هذا فيما يخص هذه الفقرة، يعني تقريبا وصف لما حدث. آخر سؤال، بين على الوثيقة رقم 2 مسار السيارة العصبية بالنسبة إلى حركة جذب اليد إثر الوخز، مستعملا سهمين مختلفين في اللون، سهم يحدد اتجاه السيارة العصبية الحسية والآخر يحدد السيارة العصبية الحركية. إذا لاحظوا هنا سنقوم باستعمال لونين، اللون الأحمر للسيارة العصبية الحسية والسهم الأزرق للسيارة العصبية الحركية. إذا باللون الأحمر قلنا إذا مستقبلات الألم ستنقل السيالة عبر هذا العضو الحس، عبر إذا الخلايا العصبية الحسية في اتجاه النخاع الشوكي، هذه العصبية الحسية، ثم النخاع الشوكي يحولها إلى العضلة عبر ألياف عصبية حركية. طبعا داخل النخاع الشوكي هناك خلايا موصلة لا ننساها، فيقوم بجذب اليد. إذا هذه السيارة العصبية الحسية باللون الأحمر والسيارة العصبية الحركية باللون الأزرق. هكذا ننهي هذا التمرين، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.